مساء الخير مشاهدينا الكرام في كل مكان، او صباح الخير. انا هاني شمشون، احد صحفي موقع بصراحة الاخباري. اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا البث المباشر. الحقيقة يعني قلبي دايما بيعتصر بالالم، خاصة عندما اسمع عن جريمة او عن حادث. ولكن مشاهدينا الكرام، في هذا الحادث يعني تدمع له الدموع. قصة إنسانية من الطابع والطراز الأول، لا يمكن حد في الدنيا يسمع هذه القصة ولا يتأثر ولا يبكي ولا يحدث له نوع من أنواع الدعاء. الله يرحمها فريدة. من حضراتكم لا يسمع عنها؟ فريدة بنت السعيد، فتاة صعيدية مواليد محافظة سوهاج، بلغت من العمر ليس كثيرا، لكنها عندها إصرار كبير جدا 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 على الحياة وعلى الحرية وعلى يعني طب ممكن تدعو لهم بالرحمة؟ ممكن تدعو لها بالرحمة؟ فتاة بريئة قعدت من 2011 حتى 2014، هحكي لحضراتكم قصتها. أهم حاجة لا حول ولا قوة إلا بالله، وأهم حاجة ادعو لها بالرحمة. رفض بعد وفاتها، رفض والديها استلام الجثمان. ليه؟ نبدأ من أول ونقول حقيقة فريدة فتاة صعيدية زي ما قلت لحضراتكم، وأرجو وأنا بتكلم ادعو لها بالرحمة. فتاة صعيدية من محافظة سوهاج، عندها من العمر ما يقترب من 20، ليست كبيرة في السن، لسه خارجة من فترات المراهقة المتأخرة وهتدخل في مرحلة الشباب الناضج الواعي. ادعوا لها بالرحمة. ايه اللي حصل وايه تفاصيل الحكاية اقولها لحضراتكم. من 2011 حتى 2014 صعدت للمجتمع وتصاعدت فيه افكار غريبة تدعو لعدة اشياء، منها واحد الالحاد، اثنين التنمر، ثلاثة الانكار الذات الالهية وان ما فيش ربنا، استغفر الله العظيم. الحقيقة هذه الافكار تنامت وكبرت وكسرت وأصبحت مستشرية في هذه الفترة بين بناتنا وشبابنا. كان في مجتمع اسمه مجتمع وسط البلد، كان في عدد من الأطفال مراهقين كبار وعدد من الأطفال لم يبلغوا 14-13 سنة. أحب أقول لحضراتكم وأنا بحكي الحكاية، والله متأثر لدرجة تجعلني يعني مش قادر احكي التفاصيل بالظبط، ولكنها هي النهاية، هو انقضاء العمر، هو الاجل وقد اتى. زي ما بقول لحضراتكم والله العظيم وانا صادق فيما اقول، انتشرت هذه الظاهرة في شباب وسط البلد وبنات وسط البلد في مرحلة ما كانت فيها كل القيم مبعثرة وكل الافكار متنامية للانحضاض، وفيها النماذج السلبية هي التي تظهر على السطح وتكتشف. الحقيقة من لا يعلم فريدة؟ هي بنت الصعيد لم تبلغ من العمر أرزله، تعرفت على شباب في جروبات الفيسبوك في تلك الفترة، وهؤلاء الشباب أقنعوها بطريقة أو بأخرى بأنها يجب مشاهدينا الكرام أن تترك بيت الوالد الذي فرض عليها النقاب، أن تترك الأم، صعبة في التنشئة وصعبة يعني في أن تكون أم، تترك البيت القاسي وتأتي إلى الشباب الحنون اللي هيرعاها وهيقدم لها كل ما هو جميل وكل ما هو سوي. حقيقة مشاهدينا الكرام وأنا بحكي لحضراتكم والله بيعتصر ألمي قلم واعتصر بالألم. أقول لحضراتكم كل حاجة باختصار زي ما طالبين في الكومنتات. كانت هذه الفتاة وهي فريدة تتعرف على شباب في جروبات الشباب عبر الفيسبوك، وهي في قريتها وهي في مدينتها وهي في محافظتها محافظة سوهاج، إلى أن اقتنعت، تعرفت على أحد الشباب واقتنعت بميوله وسارت معه الطريق كبيرة
سارت معه في الطريق، هربت من بيت والدها وهي مغمات العيون مغمات الفكر، وعلى أعينها تضع عصبة، على أعينها تضع عصبة، تضع نوع من أنواع الغميان لا ترى. فقد اقتنعت بهذا الشاب وجعلته صديق وصاحب، آمنت به وبكل أفكاره، وجعلت منه إنسان دين الكرام، هو إنسانا في الأول والآخر، وهو أيضا يعني الأول في الطاعة والآخر أيضا في الطاعة. آمنت به وسافرت معه وهربت من مدينتها، من قريتها، من محافظتها، من مركزها، وجاءت إلى القاهرة الكبيرة المليئة في هذا الوقت، في هذا التوقيت المليء بالتشوه الفكري. 2014 لحد 2011 لحد 2014 سافرت مع الشاب ووصلت به إلى أقصى 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 أقاصي الامتداد في الحب، جعلت منه إنسانا، وهي أيضا كانت معه إنسانا، عاشت معه كثيرا، الله يرحمها، في عاشت معه كثيرا في علاقات وصلت امتدادها لامتداد المتزوجون، فأصبحت هي متزوجة بلا زواج. أرجو من الناس تدعو لها بالرحمة، هي ضحية فكر، هي ضحية مجتمع قسى عليها، هي ضحية شخص داب على الإقناع بها وأوقع بها ووضعها في سجنه، هو سجن الفكر الذي اقتنعه، هو صدر لها هذا الفكر، فآمنت به وجعلت منه إنسانا كبيرا وسارت وراءه. المهم جاءت إلى القاهرة ومعها أحلام وطموحات أن ترتدي الزي الذي يناسبها، تعيش الحياة الحرية التي اقتنعت بها، أن تسير في مجرى هو المجرى الأوحد والوحيد، هو المجرى الذي وجدت فيه الحياة الانبساط. الحياة مشاهدينا الكرام، آمنت بالراجل ده واقتنعت بيه ودخلت بيته، وهو أقنعها بأن ده العادي وده الطبيعي. للأسف للأسف توالت العمليات الخاصة بالجماعة، اجتمعت به أكثر من مرة اجتماع الزوجان المتزوجين، هم ليسوا متزوجين، ففي إحدى المرات أخطأت وحملت منه سفاحا، كان هذا الحمل هو الهزة اللي خلت فريدة تقتنع ان مفيش حاجة اسمها اهل، مفيش حاجة اسمها اصحاب هيقفوا معاها، الجميع تخلى عنها، الجميع طاردها، الجميع ساومها، الجميع جعل منها إنسانة غير راقية، قسوا عليها إلا واحدة، هي الأستاذة المحامية الفاضلة دينا المقدم، ذهبت ليها وأخذتها، تبنت حالتها ووضعتها في بيتها، ترعاها وترعى طفلها البالغ من العمر 6 سنوات واسمه ضي ضادية. المهم مشاهدينا الكرام، هذه البنت عندما ذهبت إلى مكان جيد، التنشئة بتاعتها سليمة، فيها نوع من أنواع المحبة، اقتنعت بالمحامية جدا، وحاولت المحامية توصيل لها فكرة أنه يوجد إله، وحاولت المحامية توصيل لها فكرة أنه يوجد إله، ربنا موجود دايما في كل وقت وفي أي مكان، ربنا عنده كتير، مش انت لازم تقتنع بكده، طب اختبر ربنا، قولي لي ارفع ايديك لفوق وقولي يا الله، شوف هيرد عليك ولا لا. نعم هيرد عليك عبر استجابة لدعوة عملتيها، هيرد عليك عبر ستر بتعيشي بيه، هيرد عليك عبر عدة اشياء انت يعني هتشوفيها وهتلمسيها، هو ده ربنا، هو ده ربنا. البنت مشاهدينا الكرام اقتنعت بهذا الفكر، سارت معه وجعلت من هذه الفكرة، جعلت من هذه الفكرة نبراسا نبراسا تسير به، فآمنت مرة أخرى بوجود الله، وعبدت
وصلت وصامت وعملت كل ما يفعله المسلمون. خلاص حكاية بقت مية مية. هي الأستاذة دينا ترعاها من ناحية، ومن ناحية أخرى هي رجعت ردت إليها روحها، ورجعت إليها رجعت إليها الطابع الديني، الإحساس بوجود الله. المهم خلفت ضي، وفي بعد مدة من الزمن سابت البيت اللي قاعدة فيه مع يعني سابت رعايتها للمحامية القديرة الأستاذة دينا، وتركت كل شيء ومشيت. إنما الأستاذة دينا دامت على الاتصال بيها على طول، ادعوا لها بالرحمة ما تنسوش. وأنا بكلم حضراتكم لازم يبقى في نوع من أنواع الإنسانية، ادعوا له بالرحمة. هذه قصة كبيرة، قصة إنسانية كبيرة. فريدة ليست هي من أقدمت وحدها على إنهاء حياتها، لا بالعكس، فريدة كان ممكن تعيش لو توفرت ليها على الدوام، على الدوام الإنسانية، ولكنها انهارت في إحدى اللحظات. تعبت، حصل لها نوع من أنواع الإجهاد، فصارت مثل المجهدين المبعثين، مثل الناس اللي بتروح لليقين والإيمان وتعود مرة أخرى. المهم سابت البيت بتاع الأستاذة دينا وذهبت إلى مكان آخر، لكن المحامية القديرة ظلت على الدوام تسأل عنها وترعاها. ده حسب كتاباتها على الفيسبوك، ظلت تسأل عنها وترعاها إلى أن مشاهدين الكرام آن الأوان وجاء الأجل، وصارت فريدة بين قوسين أو أدنى من إنهاء حياتها. فجلبت المعدات لده وعايزة تقول، كأنها عايزة تقول للعالم كله ظلمتموني على الأرض، وأبي في السماء ربنا لن يتركني، لم ترحموني في الأرض وربنا في السماء سوف يرحمني. جابت آلة حادة وفتحت الستوري بتاع الفيسبوك بتاعها وسجلت لحظة وفاتها ولحظة انهيارها. في لحظة من اللحظات انهارت، في لحظة من اللحظات تعبت، في لحظة من اللحظات حصل لها نوع من أنواع اليأس. اليأس بيحصل لنا كلنا، لكن ما زالت الأسرة، مشاهدينا الكرام، ما زالت الأسرة على الدوام تصنع نوعا من أنواع القسوة، تصنع نوعا من أنواع الإهمال. بعد علمهم بوفاة ابنتهم وهي في ذلك الوضع، طلبت منهم الجهات المعنية بأن ييجوا يستلموا بنتهم ويدفنوها، ولكن هذا لم يحدث. فقد صارت فريدة غريبة في الأرض وأيضا غريبة في المدفن. وأبوها وأمها وأخواتها رفضوا إسلام جثتها. أرجوكم مشاهدينا الكرام تفاعلوا وقولوا لي، هل يصح هذا؟ هل ينفع إن الأب والأم مهما فعلت البنت إنه يرموا جسدها كده، يسيبوها كده تدفن غريبة، تدفن في مكان غريب؟ ادعوا لها بالرحمة. أستاذة القديرة اللي بنقدم لها كل شكر وتقدير، أستاذة دينا، قامت بالواجب وكتبت عبر صفحتها إن أنا اللي هقوم بتغسلها وتكفنها. أنا اللي أقوم بتغسلها وتكفنها، أنا اللي هيحصل لي الشرف لده، وأنا اللي هحط العطر على كفنها، وأنا اللي هدفنها. وفعلا ما كان الأستاذة دينا إلا إنها بلغت الاسم الخاص بولاء الدكرور وعملت كل الإجراءات الخاصة بتقفيل المحضر، استلمت إذن بالدفن، إذن النيابة من الدفن، ودفنتها وانتهى الموقف. ولكن مشاهدينا الكرام، خليني وأنا ابن ليكم أسأل حضراتكم وتجاوبوني، هل يجوز ما فعله الأب والأم والإخوات مع البنت، حتى ولو كانت هي المخطئة، حتى ولو كانت هي البنت التي سارت مع الغرباء، البنت التي
تركت قطاع يعني قطيع، تركت القطيع، هل يصح أم أنهم كانوا يستقبلون جثمانها ويدفنونها ويستقبلون العزاء؟ أيهما أفضل، أن يتركوها هكذا أم أنهم يقوموا بها من الواجب وإكرام الميت دفنه؟ ماذا لو لم تكن الأستاذة المحامية القديرة فعلت ذلك؟ كنا هنلاقي ناس طيبين جدعان مصريين زينا وزي حضراتكم يعملوا كده، ولكن ما فعله الأسرة أنا مش هقول رأي مرفوض، لأنه مهما حدث لبنتك هي جزء منك، هي ضلعة منك، هي الأمل في بكرة، بكرة اللي ممكن ابنها تربيه أو تتركه لدار عناية، بس تبقى شايفه قدامك بيكبر لأنه حتة منك، حتى لو كان هذا الابن في غير إطار الشرعي. وأنا بكلم حضراتكم، شاركوني قولولي هل يصح للأب والأم أن يتركوا ابنتهم؟ هل يصح للمجتمع أن يكون قاسي لهذه الدرجة؟ المجتمع الصغير، الأسرة والقرية، هل يصح بأن تكون هذه غريبة حتى في مماتها؟ ماذا لو لم تقم المحامية القديرة بدفنها أو بأن تصل يعني تضع الوديعة في مكانها وتحط الجثمان مكانه علشان يوارى الثرى؟ مشاهدينا الكرام، يمكن في قصة فريدة فيها العديد والعديد من يعني العبر أو المواعظ أو الحاجات الكاشفة، ولكن خلينا أقول لحضراتكم إن أكتر حاجة كاشفة واعية لهذا هو قسوتنا، هو المجتمع اللي احنا ممكن نقسو بيه. ليه بتقسي على بنتك؟ ليه بتقسي على ابنك؟ ليه بتقسي على أخوك؟ ليه بتقسو على جارك وجارتك في الشارع؟ لابد أن نكون رحماء. احنا عايزين 100 مليون زي المحامية اللي تطوعت مشكورة وعملت كل الإجراءات مشكورة، وتبنت الحالة لمدة 6 سنين مشكورة، وأيضا دفنتها مشكورة. يا ريت حضراتكم تقولولي هل يصح إن ده يحصل؟ هل يصح إن ده يحصل ونحن ملوك الجدعنة في مصر؟ هل يصح إن ده يحصل، إن أب يرفض جثمان ابنته أو يرفض إن هو يستقبل جثمان ابنته في قريتها، في قريتها اللي هتعيش فيها وإحنا موجودين وهم موجودين؟ أقصد معرفش. إجابة حضراتكم يمكن معرفهاش، بس كل اللي أعرفه إن إحنا رحماء وبنراعي ربنا في كل وقت وكل حين. كل اللي أعرفه إن إحنا ناس بتعشع حاجة اسمها فعل الخير وعمله. كل اللي أعرفه إن إحنا ناس عندها إيمان شديد جدا بمختلف أدياننا، عندها إيمان شديد جدا أن ربنا خلقنا كلنا وهيرحمنا كلنا. كونوا رحماء ببعض وترفقوا، ترفق على بنتك وبنتك، وترفق على ترفق على أخوك، وترفق على من يخطئ في حقك. قصة فريدة الفتاة الصعيدية بمحافظة سوهاج اللي عندها لم تبلغ 20، أسرتها رفضت دفنها، ومحامية تكرمت بدفنها وقامت بالواجب. 6 سنوات وهي المحامية مشكورة، 6 سنوات وهي ترعاها، عندها ابن اسمه ضديه. هذا الابن مشاهدينا الكرام عنده 6 سنين، كانت فريدة بتظهر معاه في السوشيال ميديا والفيسبوك وكانت مبسوطة جدا. عاشت بعد مرحلة كبيرة من الإلحاد، عاشت نوع من أنواع الإيمان عابر، كانت بتصوم وبتصلي، وفوقات يعني كان فيها التقوى والإيمان الورع. ذهبت مرة دون عودة من المكان اللي أواها
أو المكان اللي كانت قاعدة فيه ذهبت مرة دون عودة، ولكنها في مرات أخرى عادت بعد عدة أيام وصارت الحياة على طبيعتها واتبسطت جدا. وكانت المحامية دينا بتقول إن أنا كنت معتبراهم أخ وأخت ليا، وهم كانوا بيحبوني جدا زي ما أكون أب وأم فحناني وأسوتي. كانت بتقسى عليهم وكانت أيضا حنينة جدا عليهم. يمكن مشاهدينا الكرام ظهرت الحنية في المحامية اللي قلت لحضراتكم عليها في إن هي عندما رفض الأب والأم أدوات الرحمة الدفن، كانت المحامية لها رأي آخر، حيث قامت بدفنها وقامت بوضعها بتكفينها وتغسيلها. كل ده مشاهدينا الكرام بيودينا النقطة النفسية. النفسية ممكن تبقى طالبة ايه مع بنت زي دي؟ خبراء النفس وعلماء الاجتماع بيقولوا ان كان عندها حاجة اسمها الكبت الواعي. فريدة الضحية كان عندها نوع من انواع الكبت الواعي. الكبت ده اللي وداها في حتة تاني، خلاها تحس ان المجتمع كله بيقصى عليها. فبالتالي اول ما فكرت في احدى لحظات الضعف فكرت في الانهيار وفكرت في الضياع، ورمت ابنها وراها. الله يرحمها، رمت ابنها ليه؟ لان هي حست ان المجتمع كله قاسي. خلاص بقى انت ليك رب. ودعت كل محبيها واصدقائها، ودعت المحامية اللي تبنت حالتها لمدة 6 سنين، ودعت كل شيء. ده كله ودعته في مقابل حاجة واحدة بس، ان هي ترتاح، ان هي يبقى عندها نوع من انواع الصفوة والرقي وهي بتقابل يعني نفسها، بتحس ان كده عملت الصح. طبعا في كل الحالات انهاء الحياة خطأ. متابعينا الكرام ومشاهدينا في كل مكان، اللي لسه داخل في البث حالا، نتكلم عن قضية مهمة جدا إنسانية من الطابع الأول، هي قضية فريدة، فتاة صعيدية من محافظة سوهاج لم تبلغ من العمر الكثير، وجعت قلوبنا كلنا بقصتها وخبر وفاتها، وإن هي أنهت حالتها وودعت الناس عبر ستوري على الفيسبوك. ياريت كلنا نترحم عليها، وياريت كلنا نفترض فيها يعني الرحمة، وندعي لها بأن ربنا يرحمها ويتولاها ويبقى معاها. ربنا يرحمها ويتولاها، دي كلمة مشاهدينا الكرام، دي الكلمة اللي احنا اللي مستنيها من حضراتكم بعد ما حكيت الحكاية. دي الكلمة اللي أنا مستنيها من حضراتكم إن أنا أسمعها، ربنا يرحمها ويتولاها. وشكرا لكل اللي قدم خير لهذه الفتاة، وشكرا للمحامية اللي تبنت حالتها، واللي احنا عايزين نشوف أكتر نوع من أنواع الرحمة والرفق في المجتمع يكون سايد. الحقيقة وأنا بتكلم مع حضراتكم في نوع من أنواع يعني مجازا في نوع من أنواع التعاطف. الناس متعاطفة مع الفكرة، الناس متعاطفة مع مع فريدة وحالة رفض أبوها وأمها استلام جثمانها. فياريت تتعاطفوا كمان
وتقولوا الله يرحمها وتترحموا عليها وتقرأوا عليها ما تيسر من القرآن الكريم. يمكن مشاهدينا الكرام حالة فريدة هي حالة من حالات كتير، بس الأساس بتاعها هو أن فريدة كانت حالة إنسانية وانتهت كل الحالات اللي بتفقد وعيها واتزانها في لحظة من اللحظات وتصل لمرحلة من مراحل اللا إيمان بترجع تاني لأن ربنا كبير وبيحتوي الجميع. ولكن هذه الحالة بالذات أخذ التعاطف كتير جدا وكبير جدا وفعال. ليه أخذ التعاطف؟ لأن الحالة اتوفت، الحالة ماتت، الحالة أنهت حياتها بيديها. الحقيقة يعني كان في ناس بتسأل وتقول هي أنهت حياتها إزاي؟ أنهت حياتها إزاي؟ هي يا فندم في حالة من الحالات، في لحظة من اللحظات القاسية جدا، مرت بلحظة ضعف صعبة جدا، مرة جدا، شديدة الصعوبة، وبالتالي مشاهدينا الكرام حصل نوع من أنواع الضعف الشديد، وقررت في هذا الوقت إنهاء حياتها. فتحت الفيسبوك بتاعها وسجلت ستوري عبر الفيسبوك وقالت فيه الصورة فقط، كانت بتنطع بآلة حادة قطعت شرايين إيديها وأسلمت روحها بعد ما اصفت في دمها يعني. وأنا بقول لحضراتكم الحالة إنسانية شديدة، لأن الحالة مرت بعدة مراحل من مراحل عدة مراحل من التطور. أولا بدأت بالأصحاب على الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. ثانيا تصاعدت هذا عبر الجروبات الخاصة بالفيسبوك، فبالتالي حصل لها نوع من أنواع الإفكار اللي كانت سائدة في الوقت ده 2011-2014، فبالتالي اقتنعت بأحد الشباب، ساومها على أفكاره، جعلها تقتنع بأفكاره، فأعطت له الكثير وهو أخذ منها الكثير. سافرت من بلدها إلى القاهرة وسافرت من مكانها إلى القاهرة، وبعدها حصلت اللقاء، لقاء في لقاء في لقاء حميمي، ثم بعدها يعني حصل حمل، وهذا الحمل كان سفاحا. التقتها إحدى المحاميات وعرفت قصتها، تبنت حالتها، وبرحمة بنت المصرية الجدعة تبنت حالتها طيلة 6 سنوات، وهي عمر الشاب، عمر الطفل اللي اسمه ضي. حقيقة يعني البنت حالة من حالات اللي بنشوفها بس مش كتير، الحمد لله، الحمد لله ان احنا شعب متدين وعنده دين، وشعب صلب في مكانه، وشعب يعني بيحب عمل الخير، واهم حاجة احنا شعب بيترحم، شعب رحيم، لأن ربنا معلمنا الرحمة فقط. مشاهدينا الكرام، خبراء وعلماء النفس المتخصصين في دراسة مثل هذه الحالات قالوا إن فريدة عندها نوع من أنواع الكبت الواعي، اللي هي عاشت حياة مريرة مع أهلها وأسرتها. البس النقاب، حاضر، ما تطلعيش برا، حاضر، خلي عندك دين، احنا مش كده، حاضر. نوع من أنواع التشدد غريب عليها وعلى منبعها. وفي 2011 مشاهدينا الكرام، في 2011
كان في نوع من انواع الحريه الزائده، فبالتالي لما هي مكبوته وعندها كاريزما ان هي او رؤيه ان هي تبقى حره اكثر من اللازم، فبالتالي سابت نفسها لفكر احد الشباب، مجموعات الشباب، ثم اقتنعت بفكر احد الشباب، ثم راودها ان تاتي الى القاهره، وجاءت الى القاهره، جلست على مقاهي وسط البلد، اقتنعت بافكار الشلاليه وافكار الملحده، ذهبت حين ذهب الجميع معها، اخذوها في الطيار وذهبت الى اللادين. بعدها مشاهدينا الكرام اخذتها احدى المحاميات وتبنتها، تبنت حالتها، وبعدما تبنت حالتها حصل نوع من انواع العوده، التريث، انا متدينه، انا عندي دين، انا ممكن اصوم واصلي، انا ممكن اقيم الفرض، انا 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 انا، فحصل لها نوع من انواع الوعي بعد الصدمه، بعد فكرة ان انا اقتناعي بفكرة الشباب والحرية واللا والالحاد، لا رجعت تاني وفكرت كمان بدل المرة مليون، ولقيت اختبرت ربنا واختبرت وجوده وصلت وصامت. طيلة 6 سنوات كانت المحامية ترعاها وترعى ابنها اللي بالغ 6 سنوات. نسيت اقول لحضراتكم اني تخلى عنها الجميع، الشلالية ما بقوش موجودين، الشلالية ما بقوش موجودين، بقى موجود ناس بس بتلعن فيها، ناس بس بتسب فيها، ناس بس بتبعد عنها، ناس بس أصحاب مصالح، ناس بس عايزينها هي فقط، عايزين جسدها فقط. فبالتالي بعدت عنهم وصارت في الطريق السليم، وأخذت أول الشارع اللي عنوانه اسمه الشرف والأمانة والإخلاص والتدين. مشاهدينا الكرام في كل مكان، زي ما قلت لحضراتكم خبراء علم النفس كلموا في هذا الموضوع وقالوا ان عندها نوع من انواع الكبت، الكبت اللي عاشته مع اهلها في سوهاج، الكبت اللي كان بيقول لها ما تطلعيش بره، ما تخرجيش، ما تعمليش نوع اي نوع من انواع انك تبقي لوحدك، خد اخوكي معاكي هو ملازمك. الام بدات حتى مشاهدة التلفاز كانت غير مستحبة، كانت لبس النقاب ليل نهار، إنما لما تعرفت على الشباب حصل نوع من أنواع الحرية المطلقة، بقت بشعرها وبقت. في لحظة من لحظات الضعف حصل اللي حصل، واقتنعت بالشاب وأنجزته، وحصل منها ابن اسمه ضي، حملت وحصل ابن اسمه ضي. حقيقة عاشت حياة مريرة، حياة فيها نوع من أنواع المر عندما تركها الجميع، إلا ربنا سبحانه وتعالى ما تركهاش وظل معاها حتى بلغ من العمر الولد يعني 6 سنوات. وفوجئنا جميعا بقصة فريدة عبر السوشيال ميديا وعبر الفيسبوك، في ستوري على الفيسبوك، وفوجئنا وهي منتحرة وهي غارقة في الدماء عبر ستوري على الفيسبوك. الحقيقة أنا بشكر لحضراتكم، أرجو من حضراتكم وأنا ابن لكم أن تترحموا عليها كثيرا، لأنها قصة إنسانية بحتة. 1، 2، تستحق الرحمة بعد أن قسى عليها الجميع. 3، لابد أن ننظر بكل نظرة إجلال واحترام وتقدير للمحامية التي كشفت قصتها، والمحامية التي عملت كثيرا من الجهد والعرق لتعرفنا بأن لسه هناك إنسانية وليست الدنيا كلها سواء. إن تركها الأب والأم الله لا يتركها، وأيضا يسبب عبيده لكي يخدموها ويكون معهم ويعني يكون معها. في كل الأحوال مشاهدينا الكرام، أنا حزين جدا وأنا بتكلم ومتأثر معاكم عن قصة فريدة، واللي قلبت السوشيال ميديا وتكلموا عنها مئات المرات اليوم، وهي كانت القصة اللي حضراتكم سمعينها واللي حضراتكم شفتوها. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمكن قبل ما أقفل بس ناس كتير بتقول الإنسانية والرحمة والعدل وربنا يرحمها وكذا.
أرجوكم أرجوكم حسسوني فعلا، حسسوني فعلا إن في إنسانية في هذا الأمر، وترحموا عليها في بينكم وبين نفسكم. اقروا لها العديد والعديد من آيات القرآن، واذكروها دايما إن هي ربنا يرحمها دايما، وربنا دايما دايما بيرحمنا في كل الأوقات. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي، يعني في قصة إنسانية كبيرة جدا، أرجو أن حضراتكم تتابعوها وتترحموا عليها. ترحموا عليها، البقاء لله، وربنا يرحمها يا رب ويجعل مسواها الجنة. فريدة هي قصة اليوم، هي حديث السوشيال ميديا. أهلها زي ما حضراتكم قلت في البث، أهلها رفضوا فعلا يكفنوها، ولكن شاء القدر أن يكون هناك إنسانة رحيمة ترحمها وتجعل منها، يعني توديها الأبرهة بشيء من الاحترام والرحمة. الأستاذة دينا هي محامية، يعني متمرسة في عمل المحاماة، وشافت هذه اللحظة وكانت متبنية الحالة من 6 سنين، 6 سنين وهي تبذل الغالي والنفيس عشانها، تحاول تعلمها بعد أن أفقدت إيمانها وأفقدت الشعور بالله. استغفر الله العظيم. ادعوا لها بالرحمة مشاهدينا الكرام، ادعوا لها بالرحمة. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرحمها يا رب، الله يرحمها، الله يرحمها يا رب، ويصبر أهلها ويصبر ناسها وكل المتعاطفين معاها يا رب يا رب. Thank you.
الله يرحمها يا رب. الله يرحمها يا رب. الله يرحمها. انا في عطل عندي مشاهدينا الكرام، مش عارف يعني اقفل البث، والله في عطل عندي، بس هحاول اهو، بحاول ادوس والله، والله بحاول ادوس. انا عاوز اقفل بس الشاشه مهنجه، معلش. الله يرحمها يا رب. ادعو لها مشاهدينا الكرام بالرحمة والمغفرة، ادعو لها. فريدة لم تبلغ من العمر الكثير وعاشت قصة إنسانية كبيرة، تكلم عنها الكثير والكثير من المذيعين في برامجهم، الأستاذ محمد الباز رئيس مجلس الإدارة ورئيس تحرير جريدة الدستور، والعديد والعديد من الجرائد والمواقع كتبت عنها، لأنها قصة قصة إنسانية من الطابع الأول مشاهدينا الكرام. ونحن عندما ننقل لحضراتكم هذا الشيء، فنحن نضع جزءا من الإنسانية بين أيدين حضراتكم، أن تتفاعلوا معها وأن تتفاعلوا مع القصة، وأن تقولوا ربنا يرحمها، ربنا يرحمها يا رب يا رب. التليفون، انا سلام عليكم ورحمه الله وبركاته، خلاص التليفون يعني قارب على الـ انا بحاول اقفل اللايف، معلش اعذروني، انا اسف. الله يرحمها يا رب، الله يرحمها.